السلام عليكم سي محمد. السلام ورحمة الله سي محمد وبركاته. كان عندنا موضوع الأجر في الوفاة مشى ديال معك مثل الأخضر مشى معك مثل الأخضر طاقم زي سيتي اليوم جا باش أنه يعرف التفاصيل ديال الحادثة كيفاش وقعت من البداية ديالها. سيدي السلام عليكم، كنحيي هذا الطاقم اللي جا عندي من زيو تيتي. هاد الشباب زعما تبارك الله عليهم جاو من زيو باش يضمنوا معايا في سلوان اللي غيوريو يوصلوا الصوت ديالي للرأي العام بصفة عامة. هاد الإنسان المغلوب المحقور عن أمره يوصلوا له الصوت ديالو للناس اللي المجتمع المدني بصفة عامة، اللي داخل المغرب وخارج المغرب، الجالية المغربية والناس المقيمين بالمغرب، وبصفة عامة حتى واحد المجموعة ديال الأجهزة كيوصلوا لهم صوت 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 المغلوب عن أمره، كيوصلوا له الصوت المغلوب عن أمره. ومن هذا المنبر كنشكر جميع الناس، الجالية المغربية المقيمة بالخارج والسكينة الناظور على رأسهم، وبصفة عامة المغاربة كاملين من طنجة للقويرة. أنا الإخوان تعرضت واحد الحقرة، واحد الحقرة أليمة داخل واحد المستشفى خاص بمدينة الناظور الذي يتواجد في ناظور الجديد، مستشفى خاص ومعروف. عندي معاه واحد المشكل اللي الدولي، ديت لهم الوالدة كتمشى على رجليها ورجعوها لي جثة هامدة. واخا نبدا معكم بالتفاصيل الإخوان. التفاصيل كالتالي، الوالدة ديالي كتعالج عند واحد الدكتورة من وجدة، كنمشي عندها حتى لوجدة. الدكتورة اللي عند وجدة قالت لي ودي راه كاين شي حاجة ما واضحة ليش، غادي نسيفتك دير لي واحد الراديو في الناظور عندكم اللي ما كيديروا حتى واحد في الناظور غير هو بوحدو اللي راه عنده. هكا قالت لي بهذا الصح العبارة. واخا راه استاذة قالت لي كتبات واحد الرابور، الرابور ديالها مهم، الرابور ديالها كالتالي. الرابور ديالها هو هذا، الرابور ديال الدكتورة وهو الفوتو ديال الدكتورة. دارت كتبات لي واحد لوردونوس، لوردونوس اللي هو هذا، لوردونوس اللي هو هذا اللي فيه هذاك الراديو اللي غدير لي، غدير الوالدة يعني، هذاك لوردونوس اللي غدير الوالدة. واخا ربطت انايا جيت للناظور، درت موعد مع المصحة المختصة هذا الشيء اللي ذكرتها ليهم، على اساس نشد عندهم موعد نجيب الوالدة دير هذا الراديو. واخا الوالدة ديالي قلت لها مهم، كانوا كيهضروا كيتصلوا بالتليفون بشي واحد انا ما بقيتش عارف، قالت لي خلي هاد الدوسي ديالك غادي نصوني عليك، خلي النمره. قلت لها اوكي واخا بارك الله فيك. طلعت انا في حالي لشغلي سلوان، قالت لي الوالده شنو درتي؟ قلت لها راه كنستناهم يصونيو لي. صوناو لي من الاداره ديالهم، قالوا لي بان راه عندك غدا غدير هذا الراديو مع 9:30 ديال الصباح، 9:30، ولكن خص الوالدة تكون توقف الماكلة 6 سوايع قبل ما الدرجة توقف الماكلة. المهم وقفات الماكلة مسكينة الوالدة، وقفات الماكلة جيت مع أنت من النعاس، ديت الوالدة ديالي كان ضحكو، قلت لها بعدا تحيلي الموز شوفي شنو عندك. هادي من سلوان ناظور المسافة ديال 14-15 كيلومتر، هذيك المسافة ديال الطريق ما كرهتش ترجع ليا هذيك المسافة ديال الطريق. المهم وما عقلتش، المهم وصلتها مسكينة. مشينا للريسبسيون لقينا واحد الفرملية شد عليا هاد الوراق، قال لي انا هو اللي مكلف اللي كندي لهاد الدكتور هذا، هاد البروفيسور هذا، انا اللي كندي له اي حاجة، انا هو المكلف ديالو ديال كلش. واخا
شد عليا الدوسي قراه طا 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 شاف هنايا المهم صافي وراديو بدا صافي المهم هذاك فرونسي المهم شي حاجه ديك الهضره ديال الهضره ديال الفرونسي والاخر المهم ما كيزير ما قال لي راه عارف شحال كيدير 6000 درهم قلت له واه عارفي راه قالتها لي الدكتور قلت له صافي معليش وجدوا الدوسي لا كارت ديال الوالده عطات لهم لا كارت ناسيونال والده دير واحد التوقيع من هنا دارت واحد التوقيع توقيع ولكن غيديروا هادي هذا الراديو اللي غي اللي من سنيات اللي هو اللي غادي المهم طلع هو لغرفه الانعاش طلعت معاه قال لي قالوا لي صبر واحد شويه على برا خرجوني على برا مده ديال 10 دقائق باش يوجدوها وجدوا الوالده لقيت عندها واحد الاباري ديال كتعبر الطونسيون لقيتها هي وجدوها باش تخضع لهذا الراديو هذا هو المهم الخطيبه ديالي كتشوفها كفا واحد لاباري لقينا عندها الطونسيون 21 شنو هاد الطونسيون 21 قال لي لا راه الحاجه راه الخلعه والاخر راه خصها تكون مزيانه هكذا ما تخافيش الحاجه راه ما كاين والو اللي هو شويه عاوتاني غير هبط 15 شويه عاوتاني طلع 18 شويه غير هبط 13 المهم ما مزقيش ولكن انا ما كنفهمش في هذا الشيء ما كنعرفش انا شنو كاين انا جيت كانوا قلعوا لها شي قرعه يديروا لها التحاليل دخلوها لاخر تسلمت اخر وداع درته مع الوالده تسلمت معها قلت لها روح يما صافي غتكوني مزيانه ما تخافيش كدا وقالت لي واه امي الله يرضي عليك هاك ايوا مشات دخلات كيفتحوا هذاك الباب ديال بلاندي دخلت الوالده قلت له فوقاش قعدتها قال لي 20 دقيقه نص ساعه تكون سالات لهذا الفرمليه نصحاب لي الاول طبيب تاع له هو غير فرمليه صافي صبرت شي 25 دقيقة 20 نص ساعة كتصوني لواحد الفرمليه قالت لي طلع عند طلعت لقيتو في هذيك الباب بلاندي كتفتح باب كبير بلاندي هذيك هي ديال قاعة العمليات هو هذيك الفرمليه خرج عندي بواحد الزي مكون من واحد جوج بياس زي وردي ماشي هذوك هذاك الزي باش موالفين حنايا الفرمليه كيلبسوه لا هذا الزي ديال العمليات واحد الزي واحد الكمامه عندها الخيوط اللور خص بنادم يساعدك وحتى هذيك الطابليه اللي عنده كتشد من اللور المهم واحد الروينه وهو كيهضر معايا وداير هكا وكيهضر معايا المهم قال لي ودي راه الوالده ديالك راه لقينا عندها واحد العرق مبوشي سميتو العرق الحياه هذا صحيح العباره وكاين الكاميرات يجيو شويه يرجعوا ليهم يشوف العرق ديال الحياه ها مبوشي العرق ديال الحياه ايوا قال لي دابا راه درنا لها البنج غنديروا لها واحد 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 ليبره من هنايا قال لي نديروا لها واحد ليبره من هنا راه كتمشي ديريكت للقلب كاين شي رسولات المهم انا شفت شي دوخني مع دوك الضوا ومع دوك لي زهرات زورق جاب لي يلا بحال كنتفرج بشي فيلم يدخل لي برام المهم ما فهمنيش وشي هضره في فرونسي بارلاك ما فهمتش حسنا راه على قد نفع هو ما قارينش اميين عندي شي حاجه قليله ديال الدراسه وها لا اله الا ولكن ما نقدرش المهم كنديباني راسي شويه العربيه والاخر صافي المهم ما قاريش قلت له شحال كتسوى هاد ليبره هادي قال لي كتسوى 6 المليون ولكن انت عندك قال لي انت عندك امو غتخلص مليون و 800 غتخلص مليون و 800 او شفت هكا حتى عيط الصراحه ايوا الوالده مسكينه راه في البنج ايوا يديروا لها لي برا غادوز صافي ما غاديش تحس قلت شحال كيطلب هذا الشيء قال لي كطلب ماكسيمو ديال 20 دقيقه نص ساعه غادي تخرج قلت له فوقاش غادي نديوها معنا للدار في الاول كانوا قالوا لي غتخرج مع ثلاثه قال لي وغادير معنا واحد اليومين ولا ثلاث ايام غتكون مزيانه وغتخرج تكون عندنا واحد المراقبه ماشي شي حاجه وغتخرج مليون و 800 والاخر قلت له واخا على ما نكون وجدتها بعد يومين ثلاث ايام وشنو المهم هذا الشيء راه كنقولو في خاطري الخطيبه ديالي غتقول لهم وهاد الليبره ماشي خطر عليا ولا شي حاجه هو يقول لا سن الساعه غادي نخرجها تكون مزيانه اون فورم وغتكون مزيانه في حياتها ما عجبني الحال وفي نفس الوقت متخوف ومرجوف لا ماشي ديال الدكتوره الدكتوره ها شنو دارت من بعد صوروه غير هو اللي قال لي راه كدا واخا قلت له واخا ماشي مشكل قلت له واخا ماشي مشكل وليني لورمان خص شكون اللي غيهضر معايا خص الطبيب المختص
البروفيسور ماشي خرج الفرملي هو اللي غيهضر معايا، خص الطبيب المختص هو اللي غيهضر معايا. لا يشرف على ولا والله اقسم بالله من بعد محمد الا ما شتنا هذا الدكتور مور مات وفات الوالده ديالي بشي 40 دقيقه عاد شفتو عاد خرج. والله ما شفتو لا في الاول هو اللي غيهضر معايا يقول لي واش البنج ولا يشرح ليا، والله ما شفتو. يعني الفرملي هو اللي يشرح لي، وفي التالي انا صحاب لي هو الطبيب ما كنعرفهمش، انا صحابي هو الطبيب حتى بحثنا وصلنا الراي العام وجاو عندنا الناس قالوا لي لا داك راه غير فرملي. قلت له هو اللي قتل لي الوالده، قلت له هو اللي قتل لي الوالده، هو اللي يهضر معايا هو. قلت له فاش خرج لي اش كيدير هو في البلوك اش كيدير في، قلت له هو اللي قتل لي الوالده. انا كنتحمل له المسؤوليه الكامله، علاش كنقول للسلطه المختصه يفتحوا لي بالتحقيق، تحقيق عام في هذا الشيء اللي وقع، يفتحوا لي تحقيق عام في هذا الشيء اللي وقع. ايوا قالوا لي صافي استنى، بقيت كنستنى نستنى الساعه مشات 40 دقيقه مشات 40 دقيقه مشات طلع عند عندهم. قلت له شنو هذا الشيء؟ قلت لي 20 دقيقه ودابا راه شوفي راه ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. قلت لي هذيك واحد الفرميليه بلاتي شفت فتحت ديك البلاندي ولا لقيته مفتوح ولا ما عرف شنو شافت، قالت لي راه الوالده ديالك راه شويه عيانه ولكن غتكون مزيانه، ما يمكن شي حاجه هكا تكون مزيانه ولكن القلب ديالي كيضرب حاس بشي حاجه. رجعت على برا ما قدرتش نريح تما في الدرج الاخر، رجعت على برا بقيت جالس على برا انا والخطيبه ديالي كتوايسني وكنوايسها شويه كعيطوا ليا كنجي نطلع عندهم. حاجه محمد طلعت عندهم جا عندي واحد الطبيب هو اللي مسؤول على الانعاش، واحد الفريميليه المهم بلاصه ديال الانعاش لقيت الوالده عندها واحد لاباري صاحبي مازال حيه. قال لي سي محمد البركه في راسك لا عدم الاجر. ها كيفاش لا عدم الاجر؟ المهم واش نيشان ولا الوالده ديالي ماتت جبتها على جناي وماتت، وانا ما قلتها حتى لشي واحد، ما قلتها حتى لشي واحد المشكله، ما قلتها لا لخوتي لا والو كلشي. قالت لي المهم كنت تحملت راسي المسؤوليه الكامله لان كلشي كان عنده الاقدار، كلشي كان عنده الاقدار الحمد لله والشكر لله. دوم قالوا لي الوالده توفات، وبقيت كنجري من هنا نجري من هنا نجري من هنا، المهم ما بقيت ما ندير كنعيط كنغوت لا اله الا الله محمد رسول الله الوالده قتلتها لي غا الوالده. ومن هذا المنبر كان استسمح على كي نطلب السماحه من هذوك الناس اللي كانوا تمايا في المرضى في هذوك الناس اللي هاد الكلينيك خدامين بدون مهنه بدون مهنه. ما واش السيده ميته ودخلوها لي بلاصه ديال الانعاش ودخلوني نشوفها بلاصه ديال الانعاش، راه واخا كيما كان داير مراه راجل فاش يشوف امه ولا اخته ولا راه غينفجر. هما دخلوني تما وكاينين المرضى كل واحد باباراي ديالو والانعاش راه شكون كيدخلوا له، ركبنا لهم الخوف لا علم. راه كنقول لهم هذا المنبر وتحمل مسؤوليته، هادو راه خدامين بدون ضمير دخلوني بلاصه ديال الانعاش. شت الوالده المهم ميته كنقول له فين هذاك الطبيب اللي دار لها العمليه، فين هذاك الطبيب اللي دار لها العمليه؟ والو بعد ديال بقيت كنغوت 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 هادي شدي من هنا هادي شدي من هنا هادي شدي من هنا شدي من هنا. كنت باغي نكز لهم واحد السرجم ماشي سرجم واحد واحد باركون كيخرج للدروج. شدوني تما صحابي والدراري كنشوف بغيت نشوف الدكتور هذا اللي دار العمليه ما يشرح لي التفاصيل شنو وقع. المهم بعد واحد 30 دقيقه ولا 30 دقيقه جا كيوري لي واحد السيدي فيه شي حوايج هكا. المهم عقار دخلنا واحد السلك من هنا، وعلاش ما جيتيش عندي قبل باش تقول لي راه هذا السلك كيحتاج بنج والاخر وكيدخل بنادم كيغيب وكيدوز. انا صحاب لي غير ما يدو لا بنج لا والو كيمشي لهنا وكيدوز داك السال كيمشي للشرايين والقلب وبزاف ديال خص تشرح لي هذا الشيء وتقنعني واش تقول لي تقريب شحال ديال الخطوره فيه شحال كلشي عند الله تقول لي شحال فيه ديال الخطوره واش 10% واش 50 واش 90 واش 99 واش بينو بين اشرح لي
شنو نعرف راه من خلال الهضره ديالك انا نعرف شحال الخطوره ديالها. الا راه الدنيا هانيه راه الدنيا هانيه، جيبوا لي يما انا كنطالب، جيبوا لي يما. تقدر تجيبوا لي الوالده؟ الدنيا هانيه وجيب لي الوالده. قال لي هكا يرجعوا الكاميرا ديال المستشفى، الدنيا هانيه. دابا يجيب لي دابا ما. المهم الحمد لله خير فيما اختاره الله. الوالده ماتت، بقيت انا كنغوت، فتحت واحد المشقف ديال التليفون، درت واحد اللايف، تعاطفوا معايا الناس الله يكثر خيرهم. وصلوا الرساله ديالي لجلاله الملك محمد السادس نصره الله، والله يشافيه ويعافيه، ملك الفقراء، ملك المغلوبين بحالي اللي كيحس بهم وكيكون معاهم، والسيد وزير الصحه شخصيا، وزير الداخليه السي الفتيت، والسيد الوزير السي الحموشي، العائله التي لا تنام، العائله التي لا تنام، تبارك الله عليك. المهم انا رجعت لاخر صافي، مشيت باش ندير الاجراءات القانونيه. المهم خرجت درت داك اللايف كما ينبغي، جاوا السلطه طوقوا داك المكان واحد المجموعه ديال الشرطيين باش يدوز هذيك. انا احتجيت على برا، احتجيت غوت على الوالده ديالي تما، مع قتلوا لي واحد، مع خرجت نتحتج، درت اللايف، كاينين شي ناس صوروني نشر تنشر على وجه السرعه، والناس ضامنوا معايا وكنشكرهم، نشكرهم بزاف على الدعوات ديالهم وعلى كلش. كنمشي للاخر، كنمشي مع الشرطه، قالوا لي غتمشي ديروا ندير لك واحد المحضر. مشيت باش يديروا لي واحد المحضر على اساس انهم يفتحوا تحقيق، نجيو يمشيو يديروا يرجعوا الكاميرات، يرجعوا كيفاش ولات، شكون سنيا، شكون. داروا لي المحضر اللي على ما نعرف علام، قالوا لي هذا راه ماشي ماشي ليهم عليا، ايوا ديروا للطبيب داك المحضر. المهم هذاك الشيء راه عنده حلقته بوحده. مشيت للدار، الحاله ميؤوس منها.